يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الأخ المسلم لأخيه المسلم عند افتراقهما نوصيك بالدعاء أو أي لفظ، ففي كل مرة يفترقان يوصيه بالدعاء ويرد الثاني عليه بقوله باذلين مستمدين، فهل في هذا يرد عليه بقوله باذلين مستمدين؟ مستمدين نعم. فهل في تواصي بالدعاء؟ طيب ادعو لنا يا أخي عند تواصي بالدعاء، هذا طيب. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يفترقوا يقرأوا أحدهم على الآخر سورة العصر، سورة العصر عند الافتراق، فهذا أحسن. نعم.